موجز الأنباء من أون لايف، أهلا بكم. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد دكي، وذلك وفقا للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. في شأن آخر، استعرض رئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير النقل هشام عرفات ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق وتطوير البنية الأساسية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما بحث اللقاء مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. نجحت قوات المقاومة اليمنية مدعومة من التحالف العربي في إحكام سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة في عملية عسكرية وصفت بالنوعية، وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عشرات المسلحين من ميليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية خلال عملية اقتحام المطار. كما نجحت القوات في أسر العشرات من المسلحين. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش على أن الحكومة القطرية لم تحسب بدقة أضرار اتصال تميم بالرئيس الإيراني. كما أضاف جرجاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الحكومة القطرية بتأييدها للحوثيين لن تنجح في فصل المواطن القطري عن الواقع المحيط به، خاصة بعد سقوط مطار الحديدة. أدانت سوريا ما وصفته بالعدوان والتوغل التركي الأمريكي في مدينة منبج بريف حلب الشرقية، معتبرة أنه انتهاك سافر لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة. وقالت الخارجية السورية إن العدوان الثنائي يسهم في إطالة أمد الأزمة في البلاد ويزيدها تعقيدا، وشددت على أن الجيش السوري عازم على تحرير كامل البلاد من أي تواجد أجنبي. أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني كوبر أن نجم المنتخب محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب منذ البداية، وسيخوض المنتخب مباراته التاريخية بعد أقل من ساعة مع نظيره الروسي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.